مرحبا بكم احبابنا، جمعة مباركة احباباتي، ربي يحفظكم ان شاء الله. جمعة مباركة عليكم وعلينا ان شاء الله يا رب العالمين. احباباتي ربي يحفظكم، راح بعد لحظات نبداو على بركة الله، على بركة الله راح نبداو بإذن الله الرحمن. اهلا وسهلا بكم معنا، مرحبا بكم. صبرينا حبيبتي، مرحبا بيك. سلامي الحال المرام، وحشتها ام اسامه، اهلا وسهلا. كوكي مرحبا. نايمان اهلا وسهلا. وسيمه مرحبا. هيبه مرحبا. ميليسا اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. راح بعد لحظات سينطلق باذن الله الوصفات تاع نهار اليوم، جمعه مباركه خواتاتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء. مرحبا بكم خواتاتي، انتم لكم تشاهدوا في هذا اللايف، ما نقولش غير خواتاتي، خاوتي وخواتاتي، أهلا وسهلا بكم. جمعة مباركة إن شاء الله، اللهم بلغنا رمضان إن شاء الله يا رب العالمين عن قريب. الجمعة الجاية إن شاء الله نكونوا صايمين بإذن الله الرحمن، يا رب يفد علينا الوباء. راح نبداو على بركة الله، نفولوا الشهر الفضيل، شهر التوبة والغفران، شهر الرحمة، أكيد ربي راح يرحمنا في هذا الشهر الفضيل. راح نبداو، عندنا زوج أنواع قلب اللوز، واش نقول لكم يهبل، عندنا زوج أنواع قلب اللوز، وعندنا كذلك خبز شباب، وعندنا تحضير للزلابية الحمراء باش نهار الاثنين إن شاء الله نحضروها مع بعض، معناتها لازم نخمروها 3 أيام. نبداو على بركة الله، النوع الأول تاع قلب اللوز، مقاديره كالتالي، يلا مع بعض. هنا راكم تشوفوا بلي راني يعني معمره 6 كيسان تاع الشيشه، لكن 3 انواع خشنه وثلاث انواع نصف خشنه. هي في العلبه مكتوب خشنه بصح تلقيها كيما هاكا، وهذه تاع الميزان، درت 3 كيسان منها و3 كيسان منها، خاطر كون درتها كاع خشنه يجيني خشين. صافي خلطت لكم ما بين الخشنه والنصف خشنه، هذه تاع الميزان، والاخرى راح نوريكم العلبه تاعها. هاي ليك موله، هاي ليك مولا، هي اللي ديت منها 3 كيسان هادو. صافي هي مكتوب فيها خشن بصح الداخل ما تلقيهاش خشينه، وهذه تاع الميزان، هذه خشينه بزاف، هذه تاع الميزان. هذه هي التشيشه 3 كيسان كيما هاك، 3 كيسان كيما هاك. الوغ شوفوا معايا المقادير، عندي 3 كيسان تشيشه خشينه، 3 كيسان نصف خشينه، عندي كاس تاع الزيت، ونحتاجو كذلك 3 كيسان سكر، نحتاجو كاس وربع ماء زهر، ملعقة فانيليا، رشة ملح، نحتاجو حشو لافارس، راني معمرة كاس تاع كاوكاو مرحي بقشورو يكون مقلي، هنا مغرفة كاكاو تقدري تستعملي القرفة. نبداو على بركة الله، طريقة التحضير رائعة جدا. شوفوا معايا هنا، نبداو نديرو ديك التشيشة خشينة، شوفي قربي إكرام باه نشوفو التشيشة، هنا التشيشة خشينة، شوفي شحال خشينة، لو كان انا ندير منها 6 هيجيني بزاف حرشه. صافي خلطتها، شوفوا معايا ها، وهذه نصف خشينه بصح هي مكتوب في العلبه خشن، مكتوب في العلبه خشن، هاي خلطتها مع بعض. هادو اللي راكم تشوفوا فيهم خواتاتي واش ندير لهم، لافاني، مغرفه لافاني، رشه ملح، هنا نحط كاس تاع الزيت، كاس تاع الزيت، نعاود 6 كيسان تاع التشيشه وكاس تاع الزيت لافاني والملح والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. من جهه واحده اخرى خواتاتي شوفوا معايا، من جهه واحده اخرى نشد السكر، نكيل 3 كيسان، نكيل 3 كيسان، راكم تشوفوا 3 كيسان تاع السكر. نجيب الماء زهر، نولي للماء زهر، نعمر كاس، كاس ماء زهر، والله غير قلب اللوز يهبل يهبل. شوفوا معايا ها، كاس ماء زهر، نزيد ربع، اذا كانت استعملت غير الشيشه الخشينه ندير نص، واذا كان خلط ندير ربع ولا شويه فوق الربع، هكذا شويه فوق الربع، نديرو عند السكر، نديرو عند السكر هذا المزيج، نخلطو حتى يذوب السكر،
واذا كنتي مزروبه سخنيه، هاني باغي نسخنو باه يذوب، لازم السكر يذوب. هذه ماشي الشربات خواتاتي، هذه ماشي الشربات، مازال ما درتش الشربات، هذه تابعه للقلب اللوز. هاي اختي عيشوش البارح درت لكم ثاني وصفه تاع قلب اللوز تاع وهران ما شاء الله، وراح تشوفوا معنا عده انواع. احتراماتي لجميع لي شيف. نولوا هنايا نبسوها بهذاك الزيت، نولوا هنا نبسوها بهذاك الزيت اللي حطينا له لافاني، وحطينا له كذلك رشه الملح وكاس تاع الزيت. هايدي ام البنات واش نوع سميت شاف هنا؟ قلت شيشه اللي شريتها تاع الميزان، بصح خشينه ياسر، كي تشوفيها خشينه بزاف. خلطت درت 3 كيسان خشينه ودرت 3 كيسان نصف خشينه، هي من بعد ديجا كي تشوفي مولا هذيك تاع الكيس مكتوب فيها خشن، بصح الداخل ماهيش خشينه. الو خلطت حنان رمزي، نقدروا نديروا 6 خشين بلا ما نخلطوا؟ هي شوفي الا درتي 6 خشين تتحتم عليك الماء زهر، تزودي ديري كاس ونص باش تخليها تشرب، باش تخليها تشرب. هي اصلا قلب اللوز يبغي تشي شخشينه، يبغي تشي شخشينه. هنا لازم هذاك الماء زهر يذوب كامل السكر، يذوب كامل السكر ديالي. اعيد اللي جاونا متاخرين مرحبا، اهلا وسهلا حباباتي، ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله جمعه مباركه من قلب للقلب. هنا حطيت 6 كيسان تاع سميد خشن، انا خلطت خاطرش عندي تشيشه خشينه وعندي نصف خشينه، درت 3 خشنه وثلاثه نصف خشينه، درت لهم كاس تاع الزيت، ملعقه فانيليا ورشه ملح، بسستها ها هي امامكم، بسستها وخليتها. ومن جهه واحده اخرى في كسرونه حطيت 3 كيسان سكر، كاس وربع تاع ما زهر، انت زيدي شويه فوق الربع باش يولي خليط سائل كي العسل، ما لازمش السكر يبقى حرش. هذه الطريقه تاع صنع قلب اللوز، مهما كان نوع الفرن ديالك لو كان يكون كاع ماشي مليح الكوشه يصدق لك، هذا يصدق يصلح، معناتها ما يتشرطش لازم فورش باب ولازم كذا ولازم، لا لا هاي شوفوا معايا لازم كاع داك السكر يذوب. ريهام بن علي، نقدروا نديروا فقط نصف الخشن؟ تقدري اكيد، يخرج دوك تشوفوا الوصفه الثانيه فيها غير نصف الخشن، الوصفه الثانيه اللي احنا نستعملوها فيها غير نصف الخشن، تخرج لاباس عليها تهبل. خاطرش كي تروحي تشري انتي تشارك تاع الميزان اللي فيها لي بتي بوان، هو يعطيها لك بزاف 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 خشينه لدرجه تصنع لك قلب اللوز ويخرج، بصح كي تبقي تاكلي فيها تغزغز، كلي خشينه ياسر، من الاحسن هذيك الخشينه بزاف الوصفات نتاعها اللي باتوا باش تشرب، الوصفات تاعها اللي باتوا. ومازال تشوفوا معنا وصفات عديده ان شاء الله. الو هنا تاكدت باللي دابلي السكر، وين نجي شوفوا معايا نفرغ هذاك الخليط، هنا فرغته كامل، شوفوا هاني فرغته، نجيب ملعقه ونخلط، شوفي يولي خليط جاري، شوفي معايا يولي خليط جاري، بصح ما تخافيش منه. ها هذا الخليط الجاري غطيه بكيس بلاستيكي وخليه ساعة يشرب، خليه ساعة يشرب. ما فيه خلاط بزاف، ما فيه والو، طريقة بسيطة، والسكر كاع راه ذايب في المظهر خلاص. ها هاوليك شوفوا معايا الطريقة هايلة. هنا باش تصنعي له لافارس شوفوا معايا الطريقة تاع الحشو، الطريقة هايلة تعرفوا، هايلة هايلة. نجيب إناء واحد آخر شوفوا معايا الطريقة تاع لافارس، إناء واحد آخر نحط فيها كاس تاع الكاوكاو مقلي مليح بقشورو، هايلك ملعقة كاكاو، ندي غير شوية منها، شوفي ندي غير شوية منها، ها هي ندي غير شويه منه ونخلط، هايك لافارس. ما ديريش غير الكاوكاو وحده ولا باش تبقى فيه مسامات ويشرب الشربات. نعيمه نقدر نديرو سمن؟ تقدري ديري سمن نعم. هايك هادي سي لافارس، وهادي قلب اللوز تاعنا نخلوه دوكا يرتاح ساعه. شوفوا معايا خواتاتي غير دقيقة تفهموا علامة كاع،
هنا نغطيه ونخليه بجيه ساعة. هذا النوع الأول. ها هذا النوع الأول هاوليك أمامكم، نخليه ساعة يشرب. لاطاس ديالو هايليك كذلك، ديوها في البول. ها هي لافارس، نخلوها كذلك هي تشرب، باسكو لافارس ماناش حابينها جاريه، والاخر دوك يشرب كاع ما تخافوش منه وتقولوا لا راه فيه بزاف السائل ومنا، هو يجي كيما هاك، تعرفي يخرج لي يهبل يهبل، وراني ديجا محضره منه، ودوك تشوفوه معايا في اخر حصه ان شاء الله. عاودي لهم الوصفه كاين اكيد طبعا الفيديو تلقاوه مسجل في الجروب ياك. هنا دوك نعاودوا الوصفه، 6 كيسان تاع تشيشه، 6 كيسان تاع تشيشه، كاس تاع الزيت، ملعقة فانيليا، رشة ملح، بسيه بهذاك الزيت وتخليه بجنب. تاخذي كسرونة حطي فيها 3 كيسان سكر، كاس وربع ما زهر، تزيدي شوية تاع ما زهر فوق الربع، وذوبيه، سخنيه باه يذوب، خلطي الخليطين مع بعض، خليطين مع بعض، تترك ترتاح ساعة، خليه يريح، ومن بعد نعاودو له، نحضرو مع بعض الشربات. نحضروا مع بعض شربات، الشربات تاعنا خواتي شوفوا معايا، عندي 3 كيسان سكر، معناتها المقادير مضبوطة، مضبوطة ما تخافيش منها، 3 كيسان سكر، هادو 3 كيسان سكر، نشعل عليهم النار نحرقهم شوية، نحرقهم شوية، هاوليك هذا الكاس الثالث، نديرو هنا، نحرق شويه السكر، نحطو على النار، ونحضرلو 6 كيسان ماء، أعيد 6 كيسان ماء، الحشو درتي في الحشو، الحشو درنا شويه من هذيك التشيشه المشمخه، كاس تاع كاوكاو مقلي مرحي، ملعقه كاكاو، ملعقه كاكاو. اسماء تصفيق بالنسبه للسنيوه كيفاش نعرفوا المقدار تاع الكاس؟ المقدار تاع السنيوه دوك نوري لكم، هذه المقادير اللي درناها بالكاس سنيوتها كبيره، كي تبغي ديري صغيره كيما هكا تصغري الكاس، معناتها كيما انا دركا باغي نعمر هذا لو بلاطو ويبقى لي الحشو، يبقى لي ثاني لاباط، هاي لي السنيوه اللي ديري فيها اكبر من هذه. دوك تشوفوا معايا الطريقه اكيد. الوغ هنا لازم ينحرق شويه السكر باش يعطيني الكو تاع الكراميل واللون الاحمر. اسم سميد مولا، هذه بالنسبة للشربات. دوك نحضروا مع بعض قلب اللوز رقم 2، قلب اللوز رقم 2، هنا
هنا الكيل راه واضح، الكيل راه واضح. عاودي ولي لي منا اكرام، يشوفوا كيفاش راها ترجع كراميل طرف طرف، راها ترجع كراميل. شوفوا معايا راني محضره 6 كيسان ماء، 6 كيسان ماء، وعيد شربات 3 كيسان سكر، 6 كيسان ماء. دوكا بعد ما ولات كراميل نقص للنار على بركه الله. بعدي بك اكرام، ثلاثة، حاوليك الرابع والخامس والسادس. هاد الشربات كي تبدا تغلي نحسب لها 10 دقائق ونطفي ونزيدها ليكسخي تاع المزهر. اعيد ليكسخي تاع المزهر. هذه الشربات وقلب اللوز تاعنا راه يرتاح ساعه. نروحوا للقلب اللوز رقم 2، قلب اللوز رقم 2. شوفوا معايا خواتاتي، هنا راني مكيله على حسب الكيل تاع السنيوه هذه. شوفوا معايا الكيل هذا يتبع هاد السنيوه صغيره هايك، هادي 30 على 20، 30 على 20 هاي. الوغ هنا هذا الكاس تاع قهوه حليب، فنجان تاع قهوه حليب، هاوليك ندير منه ربع كيلات تشيشه نصف خشن مولة، استعملت مولة مكتوب فيها خشن ولا متوسط؟ هو خشن مكتوب فيه خشن، خشن صح من واه هو مكتوب فيه خشن. شوفي هنايا، ها شوفي هنا، ها مكتوب فيه خشن بصح الداخل تلقايه كيما هاك، ما تلقايش خشين بزاف. خلاص هو مكتوب فيه خشن. الوغ ديري 2 كيلات سكر، 2 كيلات سكر، اعيد 4 شيشه وزوج سكر. نخلط السكر مع الشيشه مع بعض، خلطهم مليح، يتخلطوا مليح. ندير لهم لافاني، ملعقه لافاني ورشه ملح. صاحبه الخمار، لو كان ما نديرش العقده تاع نفس المقادير عادي، تقدري تستغني على العقده، تقدري ديريه بلا عقده عادي، وتقدري ماما انا زعما درتي هذاك القلب اللوز وفضلت لك شويه عقده تقدري تستعمليها لهذا النوع. هنا راني خلطت ربع كيسان تاع الشيشه مع 2 كيسان سكر، ملعقه فانيليا، رشه ملح، هاني خلطتهم مليح مليح. شوفوا معايا مليح مليح، نوجد هنا. شوفوا هاد الثلاثي هنايا، هادو ثلاثه، لو كان تلاحظوا تلقاو زيت البن ومزهر، زيت والبن ومزهر، بصح شوفوا ماشي معمرين، ما عمرتش الكاس، راكم تشوفوا بلي ما عمرتش الكاس. صحيت، نبدا بالزيت نبسسها، خصها تتبسس مليح. هاي تبسست مليح، نعاود 4 نتاع تشيشه وزوج سكر لافاني رشه ملح وكاس تاع الزيت ماشي معمر، معناتها هاد الفنجان ما عمرتهش، نقصت له دائما صبع، ناقص كاع صبع صبع كاع. هنا واش نحط؟ نحط هذاك الفنجان كذلك تاع اللبن فوق منه مباشره المزهر. ريهام بن علي، نقدروا نطبقوا الطريقه الاولى على الوصفه الثانيه؟ اكيد طبعا. هاي شوف نخلطوا الكل مع بعض عادي. هنا تختلف النوعيه تاع الشيشه، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش، صديبو هنايا كيفاش. اذا شتيها شربت لك معناتها ما راهش يبان لك شويه خليط جاري، كيفاه ديري له؟ هنا تزيديه رشه مزهر، بصح افورس شلون تعلكيه. دوك نوريكم الطريقه تاع التعلاك، هذا هو السر تاع قلب اللوز هذا بالذات، يقولوا له يعلكوه. دوك شوفوا الطريقه، عندها طريقه رائعه جدا. شوفوا معايا الطريقه تاع التعلاك، راح نعلكو. شوفي معايا بصبعتي نعلكو، نحس بلي كي العلك، نحسو كي العلك.
دركا المقادير جاتني مضبوطه ما غاديش نزيد. نعاود المقادير: ربع فناجل نتاع شيشه، زوز سكر، واحد مشي معمر زيت، واحد مشي معمر لبن، واحد مشي معمر ما زهر، لافاني، رشه ملح. هاوليك وجد اني نحس بيه بلي طلق لي العلك تاعو، طلق لي العلك. لينا كون ندير لي تشرب الباكي، هذيك هي خشن بصح نلقاها متوسطه تقدر تستعملها. ايه معليش، ايه معليش عادي، بصح زعما هي دو بريفيرونس تخلط. خلاص لقات الشيشه خشينه دو بريفيرونس تخلط. هنا ام امجد البن ماشي حلو. هنا ندهنوا البلاطو تاعنا، راني ندهن فيه بالمارغرين ولا بالسمن. تقدري ديري الحشو تقدري ما ديريش. هنا نشعلوا الكوشه، شعلوها. نفرغ الخليط، النصف تاع الخليط اللي حبيتو ديروا لافارس. دوك نوريكم انا غير لافارس الاولى، معليش غير كيف كيف. تبغي ديري لافارس تبغي ما ديريش، معناتها ماشي شرط. كيما انا واحد درت له لافارس واحد لا، تقدري ديريهم في زوج لافارس تاعك اذا كان عندك الكاوكاو ولا، معليش. هنا نوريكم باك انايا كيفاش ندير كي نبغي ندير لافارس، بصح انا ندير لوشا باسكو واحد باغي ندير له واحد لا. نقدروا نديروا الحليب في بلاصه البن، معليش دير له باك مغرف خل. هنا هاوليك ريحه، نقدروا نديروا الحليب بصح نزيدوا له الخل. فوالا كي ديري هنايا، شوفي معايا، ديري النص تاع الكميه ترشيها، ترشيها تترش، خاطرش علاش هذه ما فيهاش بزاف التشيشه المشمخه، فيها غير شويه معناتها تترش. ومن بعد تزيدي تغطي بالنصف الباقي، تطراسي الحبات وديري اللوز. انا ما غاديش نديرو المحشي هذا. هنا اكرام خصني نحسبي ليها، بدا الغليان تبعي معايا منا، ارواحي معنا، بدا الغليان خصني نحسبوا لها 10 دقائق ونطفو ونزيدوا لها شويه تاع ديك الصغير ولا شويه ما زهر هكذا. نيلة ندير ربع سميد وواحد سكر تقدر؟ حبت بصح بزاف، قولي ديري واحد ونص، نقصي نص ولا نقصي نص. كيفاش نص؟ معناتها دير واحد ونص نتاع السكر، ما ديرش واحد برك، هكذا تولي كات ميزيور. ميزيور لو كان دير هي هذا النصف نتاع الشيشه هو سكر. هنا تقدر. واش هي الفايدة كي ندهنو بالسمن؟ واش هي الفايدة كي ندهنو بالسمن؟ لو بلاطو؟ باش ما يلصقليش ويعطيك احمرار كلها من تحت، يعطيك احمرار من تحت. ليندا راهي الكونيكسيون ثقيله، ما الحقهم غير لي كومونتير نمشي نشوف. ماشي تلحقهم الصور ولا ماشي تلحقهم الصوت؟ الصور الكونيكسيون ثقيله، معليش. نقدروا نديروا ياغورت طبيعي في بلاصه البن؟ تقدر. ايه ياغورت طبيعي يمشي، ايه عادي. هنا شوفوا معايا هاولي، هذا دوكا واش راح نديروا له. هنا تشقي فيه عشوائي، مثلا انت باغي تقصيه على شحال من مربع، عينك هي ميزانك وديري اللوز تاعك. هذا ما تخافيش كاع منه، خاطرش قد اللوز هذا ناجح مهما كانت النوعيه نتاع الفور تاعك. هنا حتى ولو قسمت يعاود يروحوا لي الخطوط، خاطرش علاش الخليط تاعي ينشف في الكوشه كيما راكم تلاحظوا. دوكا ندخلوا للفوق هاولي. هذا بالنسبه لقلب اللوز نتاع البن اللي هو سهل وبسيط، 4 كيلات نتاع الشيشه، 2 كيلات نتاع السكر. راني نعاود لكم في المقادير: 4 نتاع الشيشه، 2 سكر، ملعقه فانيليا، هنا رشه ملح، كاس ناقص نتاع البن نقصي له مليح، كاس تاع زيت ناقص، كاس تاع ما زهر ناقص نخلطو به هذيك التشيشه تاعنا. هنا خليه واحد شويه بعد ما تخلطيه، فرغي في قالب الفرن يكون مدهون. انا درت 30 على 20 القالب تاعي وصغرت الفنجان. بعد ما يطيب تشربيه بنفس الشربات الاولى، بنفس الشربات الاولى. السمك السمك تاعو لازم يكون نصف المول، معناتها المول تاعك ما يكونش العلو تاعو. شوفوا معايا هنا ما لازمش يلحق العلو تاعو الفوق، لازم يجي نص،
كاين بزاف انواع تاع قلب اللوز، كاين عده انواع تاع قلب اللوز. نروحو دوكا خواتاتي نحضروا مع بعض الخبز.